أعلم أن علاقتك جيدة مع لاعبي فريقك الفترة الماضية، كان في كثير من التراجع على مستوى الفريق، هل تتوقع تحسن لمستوى نتائج نانت في الفترة القادمة مع مدرب يعتبر مدرب جديد انضم للفريق منذ 3 أشهر تقريبا يعني؟ أتمنى ذلك، ولكن أنت تعرف كرة القدم، الكرة مستديرة ولا أحد يمكن أن يتنبأ بشيء، ولدينا نحن لاعبون جيدون جدا، وقمنا وانضم إلينا لاعبان آخران جديدان. نتمنى أن تؤدي هذه التوليفة إلى تحسن النتائج، ونتمنى أن يعود مصطفى في الوقت المناسب لكي يسجل لنا المزيد من الأهداف وتتحسن النتائج. مصطفى محمد واحد من اللاعبين المهمين على مستوى كرة القدم المصرية، هناك أولمبيات قادمة ومصطفى محمد أحد المرشحين للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي في الأولمبيات القادمة، هل ترحبون بهذا الأمر أم ترفضون؟ كما تعلم إن لاعب مثل مصطفى محمد هو لاعب هام جدا أن نراه في فريقه الوطني، ومهم جدا بالنسبة لي أن يدافع عن ألوان منتخبه الوطني. إذا سنكون سعداء إذا ما جاءته الدعوة للانضمام إلى الفريق الأولمبي المصري، لا سيما وأن هذا الحدث الكبير سوف يجري هنا في فرنسا وهو حدث هام بالنسبة لنا ولمصر أيضا. أتمنى إذا مشاركته مع الفريق الوطني المصري في الأولمبياد.